دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. شكرا على إسراعكم. تحدث بعض الأشياء الغريبة. المزارعان محبوسان في الحظيرة، وخنزير يقود جرارا بجموح عبر المدينة. خنزير يقود؟ هذا شيء غريب. على كل، لهذه المهمة أحتاج روكي. استخدم أدواتك لتحرر المزارعين. الأخضر يعني انطلق. وتشيس، استخدم مكبر الصوت لتوقف الحيوانات المسرعة قبل أن يتأذى أحد. تشيس يتولى المهمة. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. ها هنا روكي، هيا نفتح البوابة. حالاً يا رايدر، هذه البوابة على وشك الانهيار. أو مفك براغي. شكراً يا روكي. الآن أعرف كيف تشعر العنزة. أوه، ماذا يحدث؟ شهيد لذيذ في البحر. أوه لا، ما الذي تخطط له هذه الأغنام؟ حسناً، هذه هندسة رائعة خصوصاً للأغنام، لكن ستحطم الحظيرة. روكي، أريدك أن تعطل هذا المنجنيق حتى نوقف الخنازير. رف، مكبر الصوت. أرجوك توقف، تسير بسرعة جدا. رف، الرافعة. وقت تغيير مهمة المنجنيق ووقف عمله أيضا. أوه، مخلب. يا روكي. شكراً يا رايدر، هل منعت الخنازير من تدمير الحقل؟ نعم، لقد وعدتها بخبز يومي اللذيذ. تحب خبزي. لابد أنني أفكر في الخبز لأني أشم خبزاً طازجاً. بتينا، أضفت الكثير من الخميرة. أوه لا، ما كان يجب أبداً أن أعهد بقراءة هذه الوصفة إلى بقرة. ماذا يحدث؟ احترس، إنه قادم من هنا. سكاي، إن الأبقار تطير في بيت المزرعة. أحضري مروحيتك وبسرعة. هذا الجرو يجب أن يطير. رايدر، أرى بيت المزرعة الطائر. أيمكنك جعل تلك الأبقار تهبط ببيت المزرعة؟ لا يمكنني جذب انتباهها يا رايدر. باتينا مشغولة بالقيادة، لكن بقية الأبقار تأكل الخبز. لذيذ لذيذ في المعدة. لدينا المزيد من محبي الخبز. شو شو باتينا، تفقدين ارتفاعك. أعطي طائرتك بيت الخبز، البيت الطائر، المزيد من القوة. أوه لا، يبدو أن الأبقار ليست طيارة جيدة أيضا. حسنا جميعا، يجب أن نستعد لهبوط طارئ. تشيس، فلتبعد الجميع عن الشارع. روكي، جهز شريط هبوط. سكاي، باتينا قادمة بسرعة جدا، أيمكنك أن تبطئيها؟ سأحاول رفع مقدمة المنزل قليلا. خطاف. أحسنتم يا جراء، الآن سكاي فقط أنزليه بهدوء ولطف. واو. لا، لا، لنبعدها عن الطريق. متأخر جدا، تراجعي. أرسلتم خبر سر يا رايدر.
أوسكار وسايد بورتر يتجهان إلى الشارع الرئيسي. ابقي معهم يا سكاي، سنراسلك بمجرد أن نجد أوليفيا. أوه، لم أرى وعاء يجري بهذه السرعة، ما الذي يحدث؟ هذه أوليفيا. مارشل، اتبع هذا الطائر. أوليفيا المسكينة، كيف نزيل الوعاء من رأسها؟ أتمنى أن تسمح لك برشها بخرطوم الماء. فكرة جيدة. سكواك 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 كيكيك سكواك سكواك. خرطوم الماء. سأعد لثلاثة وسأستخدم الماء لإخراج الوعاء من رأسك. سكواك سكواك سكواك. تقول شكرا. من رايدر إلى سكاي، أين أوسكار الآن؟ رايدر، إنه في كل مكان، لن يتوقف أوسكار عن الجري. أرجو المعذرة. هذا لأنه خائف. هل يمكنك إنزال السيد بورتر؟ سأحاول فعل هذا. أسرعي، نحن متجهون إلى المتحف وبدون تذاكر. أصمد يا سيد بورتر، سألتقي بك عند الباب الخلفي. انظري يا تشيكليتا، مكتوب أن الطيور تطورت من الديناصورات. تخيلي هذا، طائرا بهذا الحجم. سكاي، اتجهي للأمام، يبدو أنهم اتخذوا منعطفا. حصلت على الصغار، حصلت على الصغار. أتركك هذه المرة. واو، حزام. أحسنتم يا جراء، السيد بورتر والنعام في أمان الآن. يجب أن نعود الآن إلى المقهى. أليكس هناك مع أطفالكما. لست متأكدا من ذلك، انظروا. أنتما لا ينبغي أن تكون بالأسف. مهلاً، احذر الوقوع. هل الجميع بخير؟ أليكس، أمر جيد، هل أنت بخير؟ سنخرجك من هناك بأسرع ما يمكن، فقط لا تتحرك. لا تقلق يا رايدر، لن نذهب إلى أي مكان، أليس كذلك؟ مهلاً، عودة. أليكس، انتظر. عزيزي، إلى أين هم ذاهبون؟ سنكتشف الآن. سكاي، أريدك أن تتبعي أليكس والطيور. أنا في طريقي. واو، أجنحة. رايدر، وجدتهم. حسناً، أنا أقود بنفس سرعة النعام. انظروا، هناك ضوء أمامنا، نحن على وشك الخروج. حسناً، هذا طريق الخروج، الطريق الصحيح للخليج. رابل، أريدك أن تحضر الجرار وسرير الجراء المزدوج. هذا أفضل ما أفعله. رابل يأتي مسرعاً. المساعدة في الطريق. أوه جيد، لأن العربة الآن تسير بشكل أسرع. العربة آدية يا رايدر. أمسكتكما. مهلا، لا تقفزا على سريري. إنهم بخير. صيد رائع يا رابل. لا شيء مثل لم شمل الأسرة. حسناً، مجالسة النعام أسهل بكثير عندما لا تكون جالساً على ظهرها. شكراً على مساعدتك اليوم يا رايدر. على الرحب يا سيدي، وكلما علقت على نعامة هاربة فقط اطلب المساعدة. دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. شكراً على مجيئكم يا جراء. انتهى الأمر بالعمدة جودوي وتشكيليتا على حبل مشدود مرتفع جداً. لا! واو،
واو يا رفاق، هذا يبدو خطيراً. بالطبع، الأمر متروك لنا لإنزالهما بأمان. لهذه المهمة سأحتاج سكاي. أريدك أن تستخدمي حزام الأمان لنقل العمدة جودوي وتشكيليتا بعيداً عن الحبل. هذا الجارو يجب أن يطير. وتشيس، سأحتاجك تحت الحبل بشبكتك في حالة سقوطها. تشيس يتولى المهمة. حسناً، دورية المخلب انطلقوا. دوريات لا تقلق يا فرانسوا، ستعود العمدة إلى الأرض قريباً. مرحباً، سأخرجك من هنا. واو، سرج. فهذا عمدة جودوي، أمسكي السرج. من الصعب التوازن يا عزيزتي. سأمسكها. راف، الشبكة. العمدة جودوي على المنحدر يا مارشال. إيفرست، إن العمدة جودوي الآن تسير على المنحدر بسرعة فائقة. نحتاج مساعدتك. ثلج أو جليد مستعدة بالتأكيد. سكاي، ابقي مع العمدة جودوي. عالم. مخالب قوية، طائر فظ. حسناً، كانت رائحة الجبن كريهة على أي حال. لحسن الحظ لا يزال لدي حلوى. يا عزيزي. جودوي، أنا معك، فقط كوني هادئة. لا أستطيع النظر. أمسكتك يا عمدة. يمكنك فتح عينيك الآن. واو إيفرست، أنت جيدة جدا. فقط تشبث يا عمدة. أنا أحاول. يبدو أن جبل إيفرست تحت السيطرة. هذه قفزة كبيرة. هذه القفزة تبدو عالية جداً، سوف ينهار التل. كابل، نحتاجك في قاعدة قفزة التزلج. قد ترحل العمدة جودوي وتشكليتا جواً وعلينا تأمين سقوطهما. رابل يأتي مسرعاً. هيا لنذهب. استرخي يا تشيكي، الأمر انتهى. أجل، الطريق سيكون سلساً من الآن. واو، باستثناء ذلك نحتاج كومة كبيرة من الثلج. لن أتوقف ولن ألتف حوله. هذا صحيح يا إيفرست، عليك أن تتخطيه. بإمكاننا أن نفعلها. في الواقع سيكون هذا أمراً ممتعاً. ممتع، لا أريد الذهاب. عمدة جودوي، شكليتا. شكرا لمنحنا ذلك الهبوط الناعم يا جراء. لا مشكلة، عندما تكونين عالقة على الحبل فقط اطلبي المساعدة.